ومن أخيرة السودانيين نقرأ في زاوية أسامة عبد الماجد الراتبة والمرسومة بإذا عرف السبب، والتي تناول فيها اليوم قضية النظام الذي قاطع جلسة المجلس التشريعي وكتب في الموضوع تحت عنوان غلطة الشاطر. قبل أن يتحدث أسامة عن القضية المعينة، حكى قصة مواطن اقترب من منصة الرئيس وهو في احتفال بقاعة الصداقة، وقال إن الرئيس تعامل مع الموقف بحكمة وتبسم في وجه المواطن وأشار للحرس الذي كان يريد إبعاده بالقوة، ثم مضى. أسامة يتحدث عن قضية النظام التي تناولتها كل الصحف، وقال إنه اندهش للعقوبة التي أنزلتها الشرطة عليه وقامت بفصله، وأشار أسامة إلى أن الوالي ورئيس الوزراء لم يطلبا منه الصمت ولم يبديا أي تبرما من تصرفه، ومضى يقول إن فصله هو تقديرات شرطية بحتة، لكنه تمنى أن يكون التعامل مع هذا الموقف بطابع سياسي عميق، مشيرا إلى أنها كانت ستجني من ورائه الكثير. وأكد أسامة في الخواتيم على دور الشرطة الكبير ووصف قرار فصل الرقيب بغلطة الشاطر، لأن الكثيرين سيتعاطفون مع الرقيب. وأكد أسامة ختاما على ثقته في تقديرات مدير عام الشرطة، مشيرا إلى رحابة مساحات الاستئناف والمراجعة.